في شهر رمضان المبارك تتزين المائدة المغربية بأطباق وحلويات مميزة. إعداد هذه الحلويات بات اليوم يتم في محلات خاصة تخفف العبء عن المرأة ولا سيما العاملة، وتوفر لها حلويات تقليدية على الطريقة المغربية. في رمضان كيكثر الإقبال على المخرقة والحلويات اللي معسلة عموما، وكيبقى ولاني كيبقى المكان الحلويات اللي ما هيش معسلة مثلا الكعاب وغريبة، لأن الناس كيستقبلوا الناس. إعداد الحلويات المغربية أو العصرية يتم في هذا المحل تحت إشراف طباخ رئيسي يضفي لمسته الخاصة على الحلويات التي يتم التفنن في تقديمها. احنا تنديروا كلشي، يعني كل ما تتعلق بحاجه بلديه، من الشباكيه، مخرقه البلدي، يعني كلشي تنديروه. وهذا الحمد لله زعما كاين هنا حنا في المغرب، يعني تنعتمدوا على المواد الاوليه، تنعتمدوا على دوك المواد البرودوي الشيميك وداك الشيء. التمرس على مهنه الحلواني في الميدان اكسب العاملات بهذا المحل خبره وحرفيه باتت اليوم تؤهلهن لاعداد كل اصناف الحلويات. ما كنت نعرف والو، تعلمت الحمد لله واجتهدت وعرفت البلدي كله، الكعاب، الكحك، كل شيء، البحلاوه، قنانط، بريوات، السيجار، بري الهرم، كل شيء الحمد لله تعلمناه، كل شيء ولينا نعرفوا ليه. الإقبال على أصناف الحلويات يتزايد خلال شهر رمضان، أصناف حافظت على طابعها الأصيل من خلال إطلالة هذا الشهر الذي يحرص فيه الجميع على تزيين المائدة بكافة أنواع الحلويات المغربية التقليدية.